تصور الريحه دي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليها ايه قدام الملائكه، ان فلان ابن فلان تغيرت رائحه فمه لانه ترك طعامه وشرابه لاجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قدرك، قال يدع طعامه وشرابه لاجلي، ساب شهوته دي اللي هو لازم ياكل ويشرب، سابها علشاني انا. بس الملائكه ما تعملش حاجه، اكتب هنا صام يوما. طب يا رب بكام؟ كل العبادات بكام؟ لا لا لا، الصوم لي وانا اجزي. ما تكتبش انت حاجه مش هتعرف حاجه، طالما ساب علشاني يبقى اللي يقدرنا. ده بيني وبينه بقى، ده السر اللي بيني وبينه بقى، هيتفاجئ بيا. عشان كده العلماء بيقولوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. العلماء بيقولوا الصابرون اللي هم مين؟ الصوم. هيجي يوم القيامه يتصدم لما يلاقي ما كنتش متوقع كده، كل ده في الصوم. اصل الله عز وجل عملك فيه مباشر، مفيش ملائكه بتكتب ولا حاجه، انا وانت بس، فاجزل لك العطيه.